نجلاء بدر تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة. زوجها هددها بالطلاق بهيدي الحالة. بهيدي الحلقة رح نحكي عن الظهور الأخير لنجلاء بدر وتصريحات زوجها المفاجئة. حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفي ببرنامج مساء دي ام سي مع الإعلامية أنجي قاضي، وخلال الحلقة أجرت الإعلامية مداخلة هاتفية مع زوجها محمد عفيف، وبهيدي المداخلة عبر محمد عن فرحته الكبيرة بنجاحات زوجته، وأكد أيضا أنه هو فخور بكل الأدوار اللي بتقدمها، خاصة يلي فيها تشكيلة متنوعة من الشخصيات. وبالفترة الأخيرة قدمت نجلاء بدر شخصية امرأة بتعاني من الوزن الزايد، ولكن زوجها مازح الجميع وهدد علنا أنه هو ممكن يطلقها إذا وصلت بالحياة الواقعية لهيدا الوزن، وبيأكد أنه هو أخذها بشكل معين وما بيحب أنه تتغير. ومازح الجمهور وقال: أنا خدت نجلاء سيارة سبور، لما حتتحول لأوتوبيس أنا حنزل في أول محطة. وكشف محمد عفيفي أنه زوج نجلاء قوية جدا، إذ أنه من فترة تممت ولكن سائت بنفس السيارة وراحت على المستشفى لتعمل غسيل معدة من دون حتى ما تخبره لحتى ما تشغله عن شغله. ولكن للأسف الفنانة نجلاء بدر ما رزقت بالأطفال، ومش بقرار شخصي منها ولكن بسبب ظروف صحية، إذ أنه هي متقدمة بالعمر، وبالرغم من المسيرة الطبية الكبيرة يلي قامت فيها وبدعم من الأطباء والعلاجات، إلا أنه كل هيدي المحاولات باقت بالفشل. يذكر أنه نجلاء بدر واجهت مؤخرا الكثير من الانتقادات، وذلك من بعد ظهورها بمهرجان الجونة بفستان وصف البعض بغير اللائق، ولكن زوجها دعمها وتصور إلى جانبها بكل هيدي المناسبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.